بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، واكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للعلامة الشارح محمد بن قاسم الغزي، وكتاب التقريب للقاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. الجلسة الخامسة، تكلمنا في الجلسة السابقة على فرائض الوضوء، وقلنا أن فرائض الوضوء هي النية وغسل الوجه، تجيبها من الآية، آية 11 سورة المائدة، النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل القدمين إلى الكعبين والترتيب. الترتيب على ما ذكرنا. نتكلم اليوم على سنن الوضوء. يقول: وسننه عشرة أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثة، والموالاة. هذا ما ذكره في متن الغاية والتقريب على سبيل الاختصار، ولكن السنن أكثر من ذلك. فلما نيجي نخلص دول نبقى نقول باقي السنن التي موجودة في المطولات. يقول: وسننه، أي الوضوء، يعني الضمير هنا يعود على الوضوء، عشرة أشياء، وفي بعض نسخ المتن عشر خصال، والمعنى تقريبا واحد. أول شيء التسمية، أوله وأقلها بسم الله، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه. نفس الكلام ده هتاخده برضو لما تيجي في أداب الطعام، يعني أنت في الطعام بتبدأ ببسم الله برضو، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم حتى في الطعام، خلافا لبعض الناس اللي هم مش من أهل العلم، يقول لك في الطعام تقول بسم الله بس، عشان الرسول قال للصبي كل بسم الله، ما قالوش أزيد من كده، وطالما توقف على ذلك يبقى نحن نتوقف على ما توقف به، والزيادة يبقى خلاف الأولى، والكلام اللي هم بيقولوه ده بيلبسوا بيه على العوام. فده كل ده جهل منهم. فلكن النبي كان بيعلم طفل لا يريد أن يكثر عليه الكلام. وبعدين بسم الله عدى عنوان البسملة، وليس المقصود بسم الله يكتفي بها، لكن ده عنوان البسملة، واخد بالك؟ فأما تقول أقلها بسم الله وأكملها ما ورد في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. فعلشان كده في كل الأمور. فلو نسيت أثناء في أول الوضوء البسملة، تأتي بها في أثنائه، تقول بسم الله أوله وآخره، تبع النصب بسبب نزع الخافض،
بسم الله أوله وآخره، لأن أصلا بسم الله في أوله وفي آخره، فلما شلنا الخافض فبقت منصوبة على نزل الخافض. كذلك في الأكل نفس الحكاية، فلو نسيت في أول الطعام فتقول في أثنائه بسم الله أوله وآخره، ولو انتهيت من الطعام وما بسملتش بسمل برضه حتى يقي الشيطان ما أكله معك، لأنه يأكل معك البركة. وكذلك الوضوء، لو انتهى الوضوء انت مشغول بعد كده بأذكار نهاية الوضوء. في أكملها أكملها بسم الله الرحمن الرحيم، فإن ترك التسمية أوله أتى بها في أثنائه، فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. قلنا لو جاب بها في أثناء يقول أوله وآخره حتى تأخذ ما سبق. فإن فرغ من الوضوء لم يأتي بها. تاني حاجة وغسل الكفين. طبعا احنا عندنا هنا لازم يمنية وما قالش السواك، مش كده برضو؟ مع ان السواك من سنن الوضوء، عشان تعرف ان في حاجات، لان هو غرضه الاختصار، غرضه هنا في الكتاب الاختصار. فاحنا قبل التسمية، يعني التسمية دي اول حاجة، بعد التسمية مباشرة السواك عشان يدخل في اعمال الوضوء، ومع السواك تنوي سنن الوضوء. كويس، يبقى النية الأولانية دي سنة، لكن النية اللي قلناها المرة اللي فاتت مع أول غسل الوجه دي فرض. واضح؟ عشان كده الوضوء الكامل عند الشافعية له نيتان، نية في أوله سنة، ونية عند أول غسل الوجه وهي فرض. واضح؟ حتى تأخذ أعمال الوضوء التي قبل غسل الوجه ثواب العبادة. علشان احنا قلنا النية من ضمن اهدافها ايه؟ انها تميز بين العبادة والعادة، فتحول الامور، لان انت لما انت بتاكل بتتمضمض فدي عادة، لكن لما بتيجي تتوضى بتتمضمض دي عبادة، فتميز بين العادة والعبادة. يبقى التسمية مع النية، التسمية مع النية، بعدها مباشرة ندخل في السواك، وبعد كده غسل الكفين اللي هي آلة، الآلة التي تدلك بها أعضاء الوضوء اللي هي كفيك، لازم تغسلها الأول، تنظف هذه الآلة التي سوف تستعملها. وغسل الكفين إلى الكوعين، والكوع اللي هو المفصل اللي بين اليد وبين الذراع المواجه للأصبع الإبهام، ده يسموه الكوع. كويس، المصريين يقولوا على المرفق كوع في العامية، وده خطأ، ده اسمه المرفق وده اسمه الكوع. والعظمة الصغيرة اللي هي محاذية للأصبع الأصغر مع بداية الذراع اسمها الكرسوع. الكوع والكرسوع مع الكف يكونوا مفصل يسموه الرسغ، يبقى مفصل الرسغ مكون من الكوع والكرسوع والكف. كويس، يبقى انت بتغسل الكفين الى الكوعين. اللي بيقرا من غير الشيخ هيروح غسل الكفين لحد هنا، لو كان مصري لحد ايه الكوع في فهمه هو، لانه بيعتبر المرفق كوع وده غلط. وعلشان كده في ناس لما قروا في الكتاب اما تيجي تصلي كان النبي يضع يده اليمنى على كوع اليسرى، يعني كده هو لما قرا من غير الشيخ وقف كده، وأول ما تلاقيه واقف كده اعرف انه ده أرى الفقه من غير الشيخ، واخد بالك؟ على دي علامة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة حط إيده على المرفق وقف كده، لكن فعلها جهلة إيه العباد بسبب اعتماده على نفسه في فهم كتب الفقه. مدخل الفقه هو الشيخ مع الكتاب، لازم الاثنين. يبقى احنا بيغسل الكفين الى الكوعين، يعني ايه؟ حتى المصريين في العوام يقول لك ايه ده، سقاني المر من كعاني، يعني كده، يعني انت مش بتشرب منين؟
انت بتشرب من كوعك وسقاها المر من كعانها، يعني فقرها لدرجة حتى المر مش لاقي كوباية تشربه بيه. ده مثل يعني ايه في شدة يعني ايه الفقر مع سوء المعاملة، واخد بالك؟ فالكوع اللي هو ده الحتة دي. هل يجزي بقى غسل الكفين مثلا عند غسل اليدين اللي هما الفرض، ما نغسلش الكفين ونغسل ده من هنا لهنا؟ أصل أنت هتستعملهم في المضمضة، فالسنة أنك أنت الآلة اللي هتستعملها تنظفها الأول، وعلشان قد يكون يعلق بها بعض الأوساخ والقاذورات أو النجاسات، فعشان كده تبتدي الأول تغسلها عشان لما تيجي تتمضمض لا تدخل قاذورات في فمك. لا، ما احنا عندنا الترتيب، هو لم يرتفع الحدث بغسل الكفين في اللقطة دي، لأن لسه الوجه ما اتغسلش. لا يرتفع الحدث من الكف إلا بعد غسل الوجه، لأن عندنا الترتيب ركن. يعني أنا لو ابتديت الوضوء ورحت مسح على راسي كده الحدث لسه زي ما هو، طالما لسه ما غسلتش الوجه ولا الذراعين إلى المرفقين، خدت بالك؟ يبقى لا يجزي. انما في الغسل هنيجي نتكلم انها يجزي، الغسل ما عندناش فيه ترتيب. اكثر الناس ده يبقى وضوءهم نقص، ان هو بيغسل ايده سنه في كده سنه، بعد كده يمشي بالترتيب مضمضه واستنشاق ووجه، وبعد كده يغسل ايده من هنا وهنا بس. ما بيغسل بايده دي، ما هو بيغسل بايده دي وبيد ثانيه بيغسل بايده دي، فتغسلوا برضه. مش كده برضه؟ اتغسل سهله يعني. وبعدين افرض انه ما غسلش، يبقى وضوءه صحيح على مذهب الملكية، لان الترتيب عند الملكية ايه؟ سنة وليس ركنا. فالامة نجية يعني، ما تقلقش، الامة مش مهلوكة، الامة في نجاة، بس يجي يتوضى ويصلي. انت ايوه. متى يجب غسل الكفين؟ غسل الكفين سنة. متى تجب؟ لو كانوا متنجسين يبقى واجب غسلهما لإزالة النجاسة من عليهم، لكن طول ما هم نضاف كده يبقى غسل الكفين ده سنة. واضح؟ ها؟ حتى عند الاستيقاظ من النوم الوقتي في العصر بتاعنا. لأن كان الصحابة لما النبي قال لا إذا قام أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، كان ما بيلبسوش غيارات داخلية، وكانوا يستنجوا بالحجارة، فالاستنجاء بالحجارة بيجعل أثر النجاسة موجود، وهم مش لابس ملابس داخلية وبيئة حارة، يجي يعرق وهو نايم، يجي العرق على أثر النجاسة ويجي يهرش وهو نايم، تقوم إيده تتلطخ بالنجاسة. دلوقتي في الحالة المحاصرة هذا ما فيهوش لزوم، لأن الناس لابسة ملابس داخلية وبيستنجوا بالماء، وبالتالي ما فيش مشكلة، ما عندناش احنا الاشكال. حتى لو جه عرق على المنطقة هيجي على عرق على منطقة طاهرة، هيبقى مستقذر لكنه غير نجس. واضح؟ علشان كده لازم تخشوا في سبب الفقه، ليه النبي امر اهله وعشيرته والناس المعاصرين ليه بهذا الامر، لان هو دي كانت الحالة. فنبقى نقول غسل الكفين الى الكوعين قبل المضمضة، لأنهم آلة المضمضة فلابد ينظفها، ينظف آلة المضمضة، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرها، طهرها يعني من القاذورات أو النجاسات. يعني يغسلها مش مرة واحدة، مرة واحدة يكفي، لكن يغسلها ثلاثا لو كانت متسخة ولو كان شاكك إن فيها أثر نجاسة أو شيء من هذا، قبل إدخالهما الإناء، لأن هي هيبقى آلة غرف، فلما يدخلها الإناء هيغرف بيها، فلو كانت متنجسة ينجس الإناء الماء، فيبقى قبل إدخالهما الإناء. طب إحنا دلوقتي بنتوضى من الحنفية ما فيش إناء، يبقى غسل الكفين لأنها آلة المضمضة بس، لأن ما فيش إناء، لكن أحيانا المية بتتقطع وبتتوضى من الإناء، يبقى تراعي هذا الأدب. قبل إدخالهما الإناء المشتمل على ماء دون القلتين، لأن احنا قايلين إن لو إيده متنجسة وحطها في ماء أقل من قلتين تنجس الماء ولو لم تتغير صفة من صفاته، لأنه لا يتحمل ملاقات النجاسة، وبالتالي يبقى ضيع مالية هذا الماء.
وضيع فائدة هذا الماء في الوضوء. واضح؟ طب لو كان الماء فوق القلتين وفيها نجاسة يبقى يكره، لكن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير. واضح؟ فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء، لأنه كره ليه؟ ما قلناش يحرم، لأنه مش متيقن نجاسته. طب لو متيقن نجاستهم يحرم. واضح؟ وإن تيقن طهرهما لم يكره له غمسهما، لكن يبقى فاته سنة غسل الكفين بس، لكن لا يكره. تالت حاجة المضمضة بعد غسل الكفين، ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجه أم لا. فإن أراد الأكمل مجه، يعني لو أدخل الماء في فمه ثم ابتلعه عمل مضمضة كويس، حتى لو ما مجوش، يعني لو خد كده 3 شربات فبلعهم كان عطشان، فيبقى أدى المضمضة وفي نفس الوقت شارب، تمشي ما يضرش. لكن الأكمل إن هو يديره يعني في فمه وبعدين يمجه، يعني إيه؟ يعني يخرجه. فإن أراد الأكمل مجه، والاستنشاق بعديه بعد المضمضة الاستنشاق. طبعا التثليث ده سنة، يبقى هيعمل كل حاجة سنة، فكسنة يثلثها يعني. والاستنشاق بعد المضمضة ويحصل أصل السنة فيه بإدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا. فإن أراد الأكمل نثره، ممكن يدخل الماء للأنف بصوابعه كده، ولكن الأحسن إنه بيده بنفسه ما لم يكن صائما، لأن لو كان صائما قد يسبقه إلى الجوف. يكره بقى المبالغة من المضمضة والاستنشاق للصائم كويس. يبقى استنشاق الصائم بصوابعه كده، يدخل المية بصوابعه مش بنفسه. وهنا طبعا قال الاستنشاق، لكن في حاجة اسمها الاستنثار. ونثره أم لا، يبقى لو أدخل الماء سواء نثره أو لم ينثره يبقى أدى سنة الاستنشاق، لكن الكمال أنه ينثره يعني. والنثر يكون باليد اليسرى والاستنشاق يكون باليد اليمنى، ما قالهاش هنا لأنه مختصر، لكن تملي أنت بتستعمل الإيد اليمنى في المضمضة والاستنشاق، ثم تأتي في الاستنثار تمسك أنفك بيدك اليسرى وتخرج ما في الأنف باليد اليسرى، لأن النبي كان يجعل يده اليسرى لكل أذى. والجمع بين المضمضة والاستنشاق ب3 غرف، يتمضمض من كل منها ثم يستنشق، أفضل من الفصل بينهما. الكيفية، كيفية المضمضة والاستنشاق، يتمضمض ب3 غرفات للمضمضة و3 غرفات للاستنشاق، يبقى دي 6 غرفات. في كيفية تانية كل دي سنن جائزة وفعلها النبي، انه يتمضمض مرة ويستنشق مرة، ويتمضمض مرة ويستنشق مرة، يتمضمض مرة ويستنشق مرة، كده 3. وفي الطريقة الثالثة وهو اختيار الشافعية في أفضل الكيفيات، أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة وبعدين يستنثر، ويجي بغرفة تانية يتمضمض ويستنشق وينثر، وبعدين يتمضمض، يبقى 3 غرفات للمضمضة والاستنشاق. دي أفضل الكيفيات لقلة الماء، لأن ما فيش فيها استعمال ماء كثير، وأن أيضا تؤدي السنة على الوجه الأكمل. لكن لو فعل الكيفيات التانية برضو عمل السنة، النبي فعل ذلك أحيانا وفعل ذلك أحيانا، ويبقى اختيار الكيفية المناسبة دي اختيار الفقهاء بقى، كل فقيه يختار الكيفية التي يراها هي الأفضل. فالشافعية اختاروا الكيفية الأخيرة إن هي أفضل الكيفيات.
ثم قال ومسح جميع الرأس. احنا عند الشافعية اقل الفرد مسح ولو 3 شعرات بمحاذاة الرأس يبقى ادى الفرد كويس، لكن السنة انه يستوعب الرأس كله، السنة يستوعب الرأس كله، يبقى مسح جميع الرأس. ومسح جميع الرأس يقبل بها ويدبر، أو فأقبل بهما وأدبر. أقبل بهما كده يعني ابتدى من ورا، وأدبر يعني رجع، لكن الحقيقة أنه هو يبدأ بها كده وبيرجع. بس الصحابة لما تيجي تتكلم يقول لك أقبل وأدبر، لا يقصد أنه أقبل بدأ بالإقبال، لكن هو ده من باب إيه؟ من باب القلب، لأنها أسهل في اللغة لما تقول أقبل وأدبر، أدبر وأقبل، فهو يقول لك أقبل وأدبر، ويقصد أنه هو إيه؟ يعني بدأ من الناصية ورجع وجاب على قدام، عشان يبقى ظاهر الشعر وباطن الشعر اتمسح. ده الأكل بدأ بالناصية، هو يقول لك أقبل وأدبر، واخد بالك؟ يعني ايه تفهمها انه بدأ من أفاه عشان يبقى أقبل وبعدين أدبر اهو، فحين انه مش المراد كده، المراد انه هو أدبر وأقبل، يعني بدأ بالناصية. ايوه، ولغة العرب كتير تقول لك كده، واخد بالك ازاي؟ يعني يقول لك ايه الليل والنهار، حتى لو كان البداية النهار يقول لك الليل والنهار، واخد بالك؟ يقول لك مثلا ايه القمرين، ويقصد بيهم الشمس والقمر. فليهم العرب يعني ليهم لغة معينة لما تفهمها تستريح، مش بحرفية الكلام اللي قدامك، وعلشان كده ده يجعلك انك تحتاج الشيخ ايه يوقفك على الموضوع. يبقى مسح جميع الرأس يعني استيعاب الرأس، واستيعاب الرأس يكون هكذا، يحط ايديه الاثنين يعني يبل ايده، ويحط ايديه على الناصية يلمسوا بعض، والابهام عند الاذن كويس، وبعدين يدبر بهما ويقبل مع مسح الاذن. لان هل الاذن من الرأس ولا الاذن من الوجه؟ احتمالين، وعشان كده عندنا يسن عند غسل الوجه نغسل الاذن، ويسن عند مسح الراس نمسح الاذن، وبعد كده نمسح الاذن بماء جديد بعد مسح الوجه كمان 3 مرات، فالاذن بتتمسح وتتغسل 9 مرات في الوضوء. شوف ازاي، 3 مع الراس مع الوجه، و3 مع الراس، و3 منفرده. خدت بالك؟ مع الوجه ليه؟ لأن هل هي من الوجه ولا مش من الوجه؟ خلاف. فطالما خلاف الخروج من الخلاف مستحب. فما أنا بغسل وجهي كده أروح جايب إيدي على وداني. كمان. مش برسم كده شحمة الأذن، لا أروح جايبهم كمان. علشان إحنا قلنا ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب. فلابد إن أنا إيه؟ وحريم الشيء له حكم ما هو حريم له. مش كده برضو؟ القاعدة كده. ولما اجي امسح الرأس يبقى برضو باخد معاهم الاذنين. ومسح جميع الرأس، وفي بعض نسخ المتن واستيعاب الرأس بالمسح، اما مسح بعض الرأس فواجب كما سبق، ولو لم يرد نزع ما على رأسه من عمامة ونحوها كمل بالمسح عليه. افرض لابس عمامة كده، النبي مسح على الناصية والعمامة، يرجعها شوية الورقة ويمسح على الناصية ويكمل على العمام، واخد بالك؟ وبعد ما يخلص وضوء يظبط العمام، ما ظبطش العمامة ما يدورش، واخد بالك؟ ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. دي بعد ما ايه؟ يبقى هنا المسح جميع الأذنين، يبقى الأذن تغسل مع الوجه وتمسح مع الرأس وتمسح منفرد. ومسح جميع الأذنين ظاهرهما وبطنهما بماء جديد، أي غير بلل الرأس. وكيفية المسح إنه يدخل المسبحة، المسبحة هنا بقى المسبحة اللي هي إيه؟
هو الحقيقة المسبحة هي بتاع الإيد اليمين بس، كويس، لكن الشمال دي اسمها السبابة، لكن اليمنى اسمها المسبحة، لكن من باب إطلاق إيه يعني التغليب بيغلب. لكن علشان كده لو واحد إيده اليمين مقطوعة وبيصلي ما يشاورش بإيده الشمال، ما يشاورش بالإيد الشمال لأن مش هي دي المسبحة، لأنه غاب المحل فسقط العمل. واضح زي ما قلنا الدور اللي فات. يبقى المسبحة المقصود بيها بتاعت الإيد اليمين بس، اللي هي إيه لما تيجي تقول لا إله إلا الله ترفعها، وسموها السبابة علشان لما تيجي تسبب تقول السبب فلان السبب تشير بها فسميت السبابة. فيبقى هنا بيدخل المسبحة في سماخيه ويديرهما علشان ايه يغسل كويس على المعاطف، ويمر ابهامه في نفس الوقت بظهر الاذن. يبقى المسبحة هنا والابهام في ظهر الاذن. بعد ما يخلص كده في ماء في الكفين يروح عامل كده وعامل كده، فانضف ودن ودن الشافعية مغسولة غسل مغسولة مع الوجه وممسوحة مع الرأس وممسوحة لوحدها. فهمت ازاي؟ يبقى أن يدخل مسبحتيه في سماخيه ويدي السماخ اللي هو الحتة دي اللي هي فيها الايه خرم الأذن، ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتين بالأذنين استظهارا كده وكده. بعد كده وتخليل اللحية الكثة. الرجل اللي عنده لحية كثة، يعني ايه الكثة؟ التي لا يرى البشرة من تحت الشعر، من تحت دي اسمها لحية كثة. انما اللحية الخفيفة قلنا يجب ايصال الماء الى البشرة باللحية ايه الخفيفة. اللحية الكثة بقى يسن بعد غسل الوجه يجيب ماء جديد كده ويحطه اسفل اللحية ويخلل بصابعه ما لم يكن محرما، فإن كان محرما يخاف انه ينزل شعر، واخد بالك؟ فابن حجر الايتامي قال ما يعملهاش المحر، قصدي الرملي، الامام الرملي قال ما يعملهاش المحر مخافة ان يقع منه شعر، وابن حجر الايتامي قال يعملها المحرم ولكن بغير مبالغة. والجمع بين الرأيين انه ان خاف سقوطها فلا يفعلها، أو يفعلها إن خاف سقوطها لا يفعلها، وإن لم يخف سقوطها لا يبالغ فيها. كويس؟ عشان نجمع بين الرأيين. وترجيحات الرملي هي التي يعمل بها المصريين، وترجيحات ابن حجر الهيتمي يعمل بها شافعية اليمن. فاليمن يحبوا ترجيحات ابن حجر الهيتمي، والمصريين الشافعية المصريين يحبوا ترجيحات الإمام الرملي اللي هو الشافعي الصغير. وتخليل اللحية الكثة بمثلثة، يعني الكثة بمثلثة يعني بالثاء، يعني اللي عليها ثلاث نقط، من الرجل. قال لك الرجل لأن احنا قلنا لو المرأة طلع لها لحية وجب حلاقتها وتأثم لو تركتها لأنها مثلى، وبالتالي لو كثة عند المرأة ما يسنش لها أنها تخللها لأنها يجب إيصال البشرة الماء إلى بشرتها، واخد بالك؟ ده لو امرأة. في أمراض بتحصل للنساء يطلع لهم شعر في أماكن غريبة، أمراض لحين ما تروح للدكتور وتعالج المشكلة دي يبقى إيه تحلق اللحية دي، وجب عليها حلقها أو حتى نتفها لحين ما تتعالج، وعشان يجب إيصال الماء إلى البشرة حتى ولو كانت كثة لا تعذر لأنها مقصرة في تركها. إنما الرجل اللحية الكثة يخللها، كويس؟ أما لحية الرجل الخفيفة ولحية المرأة والخنثى فيجب تخليلهما، يجب هنا علشان لإيصال الماء إلى بطنهم. وكيفيته أن يدخل الرجل أصابعه من أسفل اللحية زي المشط كده ويخللها. وإحنا قلنا إن اللحية
اللي هي ما بين اللحيين دي اسمها اللحية، انما الشعر اللحيين اللي هما ايه زاوية الفك دي، زاوية الفك دي اسمها إيه؟ لان الفك ده اسمه ايه اللحي اللي هو عليه الاسنان السفلى، فما بين اللحيين هي دي اللحية. كويس. طيب فوق اللحيين اسمه العارض، لانه اول ما يعرض من الرجل اذا نظرت اليه من جانبي فيسموه ده شعر العارض. شعر العارض ده لحد ما تلاقي فيه عظمة هنا كده قدام الأذن، الشعر اللي عليها يسموه إيه؟ يسموه ده، يسموه إيه؟ العذار. يسموه العذار. العذار. العذار كده للمصريين وعلى السوالف لغة المصريين العامية. يبقى عندنا فوق العذار بقى يبتدي الصدغ، شعر الصدغ، واخد بالك؟ يبقى عندك الشعر يبتدي بالصدغ اهو، ينزل تلاقي العذار، بعد كده العارض، بعد كده اللحية، لحد ما تقابل مع بعضها اسمها الذقن. الشعر اللي ايه فوق الذقن وتحت الشفة السفلى يسموه العنفقة. كويس. والشعر اللي فوق الشفة العليا يسموه الشارب عشان بيشرب مع صاحبه. كويس. والشعر اللي نازل من الشارب الى اللحية حول الفم يسموه السبال. والشعر اللي على الخد يسموه شعر الخد. سهل. بس يبقى ما يقول لك تخليل اللحية تعرف ايه هي اللحية الاول علشان اعرف هخلل ايه. فاهم؟ في ناس بتخلل اللحية وفي ناس بتخلل اللفت وتخلل اي حاجة تانية. ايوه اتفضل. بعد الوجه، بعد غسل الوجه. ما هو الاول بس تهتم الاول بغسل الوجه وحدوده. كويس. ثلاث مرات استوعبته الحمد لله، تروح واخد غرفة واحدة تخلل بيه بعد غسل الوجه. اما التخليل ده موضعه. لا لا، ما ده موضعه. ايوه. السبال. اما تقرا في وصف سيدنا عمر يقول لك كان اذا فكر دلك سباليه او امسك سباليه. بس سيدنا عمر لما كان يفكر يقول كده، يمسك يبرم سباليه. طبعا ايه، في سبال كده ماركة مصطفى كامل يبقى طالع كده. كان زمان الجيل الاول كده كانوا يحبوا يعمل السبال اللي طالع. دلوقتي راحت الموضة دي، لكن كان زمان يحبوا يربوه ويعملوا كده. وكيفية ان يدخل الرجل اصابعه من اسفل اللحية، وبعد كده وتخليل اصابع اليدين والرجلين. اه طبعا، انت وانت بتغسل ايدك لازم ايه تخلل، هتغسل يدك الى المرفقين بقى، ده وقت التخليل بقى. التخليل ممكن بالتشبيك مرة واحدة يبقى خللت الاتنين، وبعد كده اروح جايب الايد ايه دي امسح كده وانهيها بكده عشان ابقى واخد الكف، وهنا واعمل كده وابقى واخد الكف كله، واخد بالك؟ يبقى تخليل اصابع اليدين والرجلين ان وصل الماء اليهما من غير تخليل، يبقى ده سنه. طب افرض ان لا يصل الماء اليهم الا بالتخليل، يبقى وجب التخليل. واضح؟ يبقى متى يجب التخليل؟ لو كان لا يصل الماء الى بين الاصابع الا بالتخليل، يبقى يجب التخليل. طب لو كان بيصل من غير تخليل يبقى التخليل سنة. وكيفية تخليل اليدين بالتشبيك والرجلين؟ طب يخلل صوابع الرجلين ازاي؟ ليها كيفيات كتيرة اللي يريحك. دي كيفيات بيختارها الفقهاء. انت بتحط رجلك اليمنى كده، بتبقى ايدك اليسرى اهي، تبتدي من ناحية ايه؟ الخنصر بتاع اليسرى، وتحط خنصر اليسرى، وتبتدي من الخنصر بتاع القدم وتمشيه كده، وتعمل رجلك اليمين
واخد بالك ازاي؟ تروح بادي من عند الابهام، يعني تبتدي بالخنصر وتنتهي بالخنصر. ادي احدى الكيفيات، واخد بالك؟ لكن اي كيفيه حلو، اللي تعمله يمشي. ما هي السنه كده، كيفيه واسعه. النبي ما قيدش علينا يعمل لنا كيفيه يقوم يضايقنا، النبي عايز يريح امته. ففي امور النبي تركها عشان راحت كل واحد، واخد بالك؟ يقول لك خلي القدمين. طب ازاي يا رسول الله؟ ما قالناش، عشان يسيبنا براحتنا. فهمت ازاي؟ لكن حكايه ان يقول لك كل حاجه دي تضييق، والنبي لا يريد التضييق على الامه صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بقوله لك ده اختيارات فقهاء. الفقيه بيختار الكيفيه السهله بقى، لان يقول لك ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالفقيه يقعد يفكر ايه اسهل طريقه للتخليل؟ قال لك التشبيك، يبقى شبك، واخد بالك ازاي؟ مثلا. فتبقى دي اختيارات قد يكون فعلها النبي احيانا وقد يكون لم يفعلها احيانا، واخد بالك؟ بس برضو يقول لك ان مثلا ايه المسافه بين الصوابع القدم بتبقى ضيقه شويه، فما تحطش الابهام كبير يضايقك يأذيك، فخلي صباعك الخنصر هو اللي يخلل، لانه دي آلة تكون اصغر وارفع وتقدر انك انت تخلل بيها بدون ما تؤذي نفسك. فدي اختيارات فقهاء من باب ايه؟ من باب التيسير، لانه الاصل القاعده اللي في ذهن الفقيه انه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما تعملش حاجه تأذيك، واخد بالك؟ وعلشان كده تبص تلاقي معظم الاختيارات الفقهاء من هذا الباب. بعد كده التيامن، دي سنه. طب افرض ان انا غسلت ايدي الشمال قبل اليمين، صح، وضوء صحيح، لكن السنه ان انا ابتدي باليمين، واخد بالك؟ لو غسلت رجلي الشمال قبل رجلي اليمين، صح، وضوء صحيح، لكن السنه ابتدي باليمين. فالتيامن ده سنه، وتقديم اليمنى من يديه ورجليه على اليسرى منهم. اما العضوان اللذان يسهل غسلهما معا كالخدين فلا يقدم اليمنى منهما، بل يطهران دفعة واحدة. انت بتغسل وجهك بكفيك، فالخدين بيتطهروا مرة واحدة. افرض واحد بقى بيتوضى بايد واحدة، نقول التيامن بقى حتى في الوجه، واضح؟ ايده دي متجبسة وعاملها كده وبقت قلت وضوءه ايد واحدة، يبقى ساعتها نقول له ابتدي بخدك اليمين وبعدين خد الشمال، واخد بقى؟ وهكذا. طالما انت فهمت بقى الفقه، تقوم ايه تلاقي نفسك في الظروف المختلفة تعرف السنة تبقى ايه في الحالة دي، واضح؟ وذكر المصنف سنية تسليس العضو المغسول والممسوح في قوله والطهارة ثلاثا ثلاثا، شمل كل الأعضاء بقى. الطهارة ثلاثا ثلاثا، يبقى المضمضة ثلاثا، غسل الكفين الأول ثلاثا، مضمضة ثلاثا، استنشاق ثلاثا، مسح الرأس واستيعابها ثلاثا، والأذنين ثلاثا، كل حاجة التسليس، وكذلك الذراعين والوجه وكل أعضاء الوضوء. والطهارة ثلاثا ثلاثا، وفي بعض النسخ والتكرار، أي للمغسول والممسوح. السنة العاشرة الموالاة. الموالاة يعني ورا بعض، أدي معنى الموالاة. إحنا نقول باللغة المصرية علولة. علولة يعني إيه؟ يعني على الولاء، يعني ورا بعض، ادي معنى علولة، يعني على الولاء، هي اصلا كده على الولاء. فالمصريين يقول لك علولة، يعني زي يقول لك ما عليهش، يعني ما عليه شيء، هي اصلا كده ما عليه شيء، بقت ما عليهش تمشي، واخد بالك؟ فيبقى ايه الموالاة؟ يعني الاعضاء ورا بعضها. حد الموالاة ايه؟ الا يجف العضو قبل غسل العضو الاخر عند اعتدال الطقس واعتدال المزاج. اعتدال المزاج ما يكونش عيان، لانه لو هو سخن مولع وعنده حمى العضو بتاعه هيجف بسرعه، مش كده برضه؟ فيبقى حتى لو جف بسرعه بسبب حمى وغسل العضو اللي بعده، يبقى برضه بيوالي، لان ده لكن مع الاعتدال الحال. يعني انا غسلت وجهي وبعدين جالي مكالمه تليفون، فاتكلمت في التليفون وبعدين خلصت المكالمه او الباب خبط، رحت فتحت الباب ورجعت تاني وما جفش لسه وجهي، الموالاه موجوده لسه. الموالاه لسه موجوده لان ما جفش. طب افرض ان انا غسلت وجهي ورحت جايب المنشفه ونشفت وجهي وبعدين غسلت دراعي، الموالاه موجوده لان انا نشفته، ما سبتوش يجف لوحده، واضح؟ في ناس جلدها بيقشف، يجي يغسل عضو عضو وينشفه،
عنده مرض جلدي ما يستحملش الميه تقعد عليه مده، وهو عايز يعمل الموالاه ما يجراش حاجه، نقول له اغسل كل عضو ونشفه واغسل اللي بعديه على طول، كده انت بتعمل الموالاه برضه. يبقى يقصد بجفاف العضو جفافه بنفسه لا بمنشفه، واخد بالك؟ يبقى الموالاه ويعبر عنها بالتتابع، وهي الا يحصل بين العضوين تفريق كثير. حد الكثره ايه؟ ان يجف العضو قبل غسل العضو الذي يليه، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. اعتدال الهواء يعني ما بكونش بتوضف في هواء شديد، الهواء الشديد يجف بسرعه، او بتوضى في بلد شديد الحراره وفي الشمس يجف بسرعه، او بتوضى وانا عندي حمى وحراره عاليه، او جلدي جاف جدا بحيث انه يشرب الميه ما يبانش عليه زي الارض المشققه كده، واخد بقى؟ كل ده يبقى ما فيش اعتدال في المزاج، لازم عشان كده القيود دي مهمه، مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. واذا ثلث فالاعتبار باخر الغسله، إذا غسل الأعضاء ثلاث غسلات لاعتبار يبتدي الموالاة من الغسلة الثالثة عشان أشوف العضو اللي بعده، واضح؟ وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة، أما هو فالموالاة واجبة في حقه. كانوا يسألونا في الشفوي زمان في الأزهر لما كنا بنمتحن، يقول لك أنت إيه يا ابني؟ تقول له أنا شافعي. الأول بيسألك على مذهبك، فيقول لك طب ايه حكم الموالاة عندكم في الوضوء يا شافعية؟ تقول له سنة. يقول لك متى تجب عند الشافعية الموالاة؟ تقول له صاحب الضرورة. صاحب الضرورة اللي هو مين؟ دائم الحدث، دائم الحدث، عنده انفلات ريح، عنده سلسبول، مستحاضة، ده اسمه دائم حدث، فده الحدث نازل منه على طول، فيبقى الموالاة عنده واجبة علشان ما يتخللش غسل الأعضاء أحداث كثيرة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، واضح؟ فيبقى صاحب الضرورات المعذور ده اللي هو دائم الحدث. ومثال دائم الحدث مين؟ اللي عنده انفلات ريح أو سلس براز أو سلس بول، لا يتحكم في برازه أو لا يتحكم في بوله، أو امرأة عندها استحاضة يعني دم نازل من الفرج في غير زمن الحيض، كل دول اسمهم دائم حدث. يبقى دول الموالاة في حقهم واجبة، واضح؟ على مذهبنا. ويبقى في مذهبنا يقول أن الموالاة واجبة لدائم الحدث، فيتفق مع الملكية، لأن الملكية عندهم الموالاة واجبة مطلقة، لكن الترتيب عندهم هو اللي سنة خلافا لإيه؟ للشافعي. أما هو اللي هو صاحب الضرورة يعني، فالموالاة واجبة في حقه، وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات، زي ما قلت لك الأول النية الأولى وهي سنة، السواك وهي سنة، أن الاستنثار يكون باليسرى دي سنة، إن إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء يعني تغسل أزيد من العضو شوي، يعني بدون الإسراف في الماء، إسباغ الوضوء تغسل أزيد من العضو مع عدم الإسراف في الماء، كويس؟ سيدنا أبي هريرة لما كان يغسل دراعه كان يغسل لحد إبطه، كويس؟ بدون إسراف في الماء. السنة إنك توصل لحد نص إيه؟ العضد، نص العضد كده يعني فوق المرفق، ده عشان يبقى إسباغ الوضوء. يبقى وكذلك نصف الساق في القدم، لما تيجي تغسل القدم تطلع شوية على الساق، لأن خد بالك إن الأعضاء الوضوء دي هتيجي يوم القيامة منورة، واخد بالك؟ أمة النبي هتتعرف بالحكاية دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين، يعني أنا فهمت من الحديث ده إن أمة النبي الوحيدة اللي بتتوضأ للصلاة، باقي الأمم لا تتوضأ للصلاة، لكن أنبيائهم يتوضوا، كويس؟ فتعبدنا الله تكريما لهذه الأمة بعبادات الأنبياء، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، ما قالش الأمم من قبل، قال الأنبياء بس، ف
فدل على ان الانبياء كمان كانت تتوضأ، لكن مش ملزمة امتهم انها تتوضأ. فتعبدنا النبي بعبادات الانبياء تكريما لهذه الامة على سائر الامم، وبالتالي يبقى مواضع الوضوء في امة النبي تأتي منيرة غرا محجلين من اثر الوضوء. لما سئل كيف تعرفنا يا رسول الله وتعرف امتك من سائر الامم، الحديث المشهور. فيبقى اسباغ الوضوء مهم عشان تتزود التحجيل والغرة. والدلك سنة، الدلك ان انا ادعك كده اعمل ايه عشان اطمئن ان انا اوصل الماء لجميع العضو باقل ماء ممكن، لان الدلك يعني على عدم الاسراف في الماء، ويعني ايضا على استيعاب العضو جيدا باقل قدر من الماء، لدرجة ان النبي لما كان يتوضأ مثلا كان يتوضأ احيانا ما يبلش الارض تحته، الى هذه الدرجة صلى الله عليه وسلم. والحكاية دي احنا جربناها لما كنا في منى وعايزين نتوضى، ولا في مزدلفة ومية قليلة، تبقى قدامك شوية مية كده في الحج، تلاقي نفسك اتوضيت ما بلتش حاجة، لانك كل نقطة بتستعملها. فالدلك يفيدك في الحكاية دي بقى، لان طول ما الماء بيجري على العضو عنده قدرة على رفع الحدث، فاذا انفصل خلاص بقى مستعمل. لكن طول ما انت مخليه على العضو وقاعد تجيبه وتردده على العضو، قاعد انت بترفع الحدث بيه. واضح؟ يبقى الدلك، والدلك يعين على عدم الاسراف في الماء. وبعدين الدعاء اثناء الوضوء دي كلها سنن ما قالهاش. الدعاء اثناء الوضوء يعني وارد مثلا دعية كتيرة اثناء الوضوء، اختيارات العلماء. يجي مثلا وهو بيتمضمض واخد بالك، يدعي دعاء مثلا ايه، ان ربنا لا يطعمه الا حلال مثلا، وبعدين يجي يستنشق يقول اللهم يعني ارزقنا ريح الجنة، حاجات كده استحباب يعني، كانها مش النبي ما قالهاش. ما هو الدعاء اثناء العبادة مستجاب، فالفقهاء ابتدوا يختاروا لك بعض الادعية حلوة. تيجي تغسل وجهك اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه تسود وجوه، تيجي تغسل ايدك اليمنى اللهم اتني كتابي بيمين، اليسرى اللهم اني اعوذ بك من حال اهل الشمال، يمسح على رأسه اللهم حرم بشري وشعري على النار، واخد بالك. يجي يغسل اذنه يقول اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، هو يغسل رجله يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط. يجي لك بقى العيال الجهله يقول لك ايه ده بدعه ضلاله في النار، النبي ما قالهاش. الله، طب ما هو الدعاء مطلقا مطلوب. وارد ادعيه النبي قالها في الوضوء كنموذج، مش لسبيل الالزام، ده نموذج بس، انت لك ان تجتهد، لك ان تلتزم بها ولك ان تجتهد. فمن التزم بها كويس، من اجتهد وزاد لم يفعل شيء مخالف للسنة، لانه مطلق دعاء. النبي كان يقول اللهم افسح لي في داري وبارك لي في رزقي واغفر لي ذنبي مثلا، كان هو بيتوضا يقول كده، اللهم افسح لي في داري وبارك لي في رزقي واغفر لي ذنبي. يبقى الدعاء اثناء الوضوء ده سنة جميلة. من ضمن السنن كمان عدم الكلام اثناء الوضوء الا بالدعاء. كويس، يعني عدم الكلام في غير ذكر الله. من السنن الوضوء كمان استقبال القبلة، يعني انت مثلا داخل على ميضة المسجد عندك الحنفيات دايرين داير، اختار الحنفية اللي تبقى موجه للقبلة عشان تتوضى وانت موجه للقبلة، دي حالة احلى من انك انت تتوضى وانت مستدبر القبلة. الدنيا زحمة وما فيش الا الحنفية اللي مستدبر القبلة، يا عم توضى الدنيا زحمة ما تلحق، مش تقف لي طابور على حنفية القبلة وبقية الحنفيات تسيبها فاضية، ما هو ده مش من الفقه برضه، فهمت بقى؟ لكن أنا بتكلم لما يبقى عندك اختيارات فتختار السنة الجميلة، كل ما تبقى مستقبل القبلة يبقى حالك أحلى. والتشهد عند الانتهاء منه، تخلص الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللي يقول كده يدخل من ابواب الجنه حيث شاء كما وردت في الاحاديث، وكمان في بعض الاحاديث وردت تقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل دي تقولها بعد الوضوء. وكذلك عدم الاستعانه بالغير، دي سنه، عدم الاستعانه بالغير، انك انت الحمد لله دلوقتي الحنفيات مش محتاج، طالما الحنفيه موجوده خلاص، بس بشرط انك انت ما تفتح الحنفيه ما تفتحهاش على الاخر، ما تفتحهاش وتقعد تتكلم مع صاحبك،
وسايبها مفتوحه، ويقعد بقى يصبن في ايده زي ما بيعملوا الناس في المساجد، فاتح الحنفيه على اخرها وقاعد يصبن في ايده وجايب ليفه كمان يتلاقي والميه نازله على الفوق. طيب اقفل الحنفيه لحد ما تليف، لان الاسراف في الماء ده يعني حاجه وحشه. وللاسف الاسراف في الماء خلق متاصل في المصريين، لانها عندهم النيل ما حسوش بنقص المياه، وادي احنا الوقت بيهددونا بنقص المياه يا سيدي، فلازم نرجع بقى لاصول ديننا. فعدم الاسراف في الماء ده شيء مطلوب. اما تيجي تفتح الحنفيه افتحها اقل قدر من التدفق يعينك على انك تتوضا، اقل قدر من التدفق، انما ما تخليهاش على الاخر. ها؟ لانه فيه شميمه الكبر. لكن لو عند ضروره ما يجراش حاجه، لو عند الضروره ما فيش مشكله. واحد مريض، واحد ما يعرفش يكب على نفسه، او مش قادر، ما عندوش مكان نظيف يحط فيه الكوز وبعدين يكب وبتاع، يجوز انك انت يعني يمسك الابريق ويصب لك واحد تاني، يجوز ما فيهاش حاجه. لكن الافضل انك انت تتوكل على الله وتستعين بالله وتعتمد على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد سيدنا عباده بن الصامت الا يسال الناس شيئا، فكان اذا سقط منه الصوت وهو على الفرس لا ينادي حتى ابنه يقول له ناولني، ينزل تاني من على الفرس ياخد الصوت ويركب تاني. فلما سالوه كان كبر في السن، يقول له كنت قلت لنا نجيبه لك، قال لقد عهدت النبي على الا اسال الناس شيئا. فكان حتى لما يعطش ما يقولش لمراته ناوليني كوبايه ميه، واخد بالك، يقوم هو يجيب لنفسه، لانه عاهد النبي. فده حال كمال، انك انت ما تسالش الناس شيئا، دي حاله من الكمال. صحيح مش على سبيل الوجوب، ده على سبيل الاستحسان. فاذا كنت تقدر تنفذها في بعض الاحوال يبقى خير وبركه. لانهم كانوا ناس مؤدبين، يحس ان الصب على القدم فيه نوع من الكبر يعني، فهو عايز ينزه نفسه منه. لكن اذا كان الشيخ والاب والحاجات دي ما فيهاش مشكله، اكبر منك في السن تمشي. لما يبقى قرينك بتبقى محرج منه، او يكون مثلا اكبر منك في السن بيصب لك تبقى محرج منه. ده تقريبا كده احنا خلصنا تقريبا سنن الوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. هنقف على فصل والاستنجاء وأدب قاضي الحاجة يوم الثلاثاء القادم. لو في سؤال متعلق بالوضوء بس إنما أي أسئلة غير الوضوء نروح دار الإفتاء. أيوة الأستاذ بس هيسأل، اتفضل. أيوة ما دي هتيجي بعدين في سنن الفطرة، هتيجي بقى في أبواب سنن الفطرة اللي هي قص الأظافر. قص الأظافر الأفضل تبتدي هي الوقت. قص الأظافر ده تكريم ولا مش تكريم؟ يبقى تكريم، يبقى ابتدي بأشرف الأصابع المسبحة كويس، وبعدين الإبهام، لا المسبح، وبعدين الابهام، وبعدين اكمل بقيه الصواب. كل دي اختيارات فقهاء على فكره، يعني ما تعتبرهاش انها كلام يعني. المهم تقص، لكن لو ابتديت الافضل تبتدي باليد اليمنى قبل اليسرى، وبعدين بالسبابه اولا، ثم الابهام لاهميته لانه الكبير بتاعه. اتفضل. انت عارف الابهام ده 60% من وظيفة اليد بيقوم بيها الإبهام، وبعد كده كل صباع من دول أكلمك بالجراحة بقى، أصل أنا جراح يعني بحب أنا أتكلم على أصل اليد دي جوهرة، فعلا جوهرة من الجواهر يعني، نعم كبيرة، وبعدين فيها مفاصل كتيرة آية من آيات الله، والإنسان بيعمل بيها ده، غير الجلد بتاعها كمان ليه طبيعة خاصة يعني، دي شغلها غير بقية الجلد تاني، ده حاجة غريبة يعني. اليد دي آية من آيات الله كبيرة. فالمهم يعني احنا بنقول كده للجراحين، لما يجي لك واحد صباعه الابهام متعور لازم تبذل قصارى جهدك، مش تستسهل وتشل عقله وتقول لي بتاع، لان ده بيؤدي 60% من وظيفه اليد، لان هو بيشتغل مع بقيه الصوابع كلها كويس. احنا الفرق بيننا وبين ايد القرد ان ايد القرد اب هاند، يعني ايه؟ يعني الابهام بمحاذاه الصوابع عند القرد، لكن عند الانسان كده عمودي على الصواب.
فتلاقي ايد الانسان اكمل واحلى. فيبقى علشان كده بنبتدي بالسبابه وبعدين الابهام لاهميته كويس، وبعدين بعد كده باقي الاصابع. في اليسرى لا تبتدي بقى بكله بقى، من الابهام تنتهي بالخمسه، لان المفاسد مسبحه. خدت بالك؟ يسن ولا يجب، يسن ولا يجب. الشعر والقلامة الظفري يسن دفنها ولا يجب. وانت ما بتروح للحلاق بتقول له لم لي شعري، وتروح تفتح القبر تدفنه؟ ما بتحلق كل حلاق. طيب ما هو الشعر زي الظفر، الراجل بينفضها ويكنسها وفي الاخر يحطها في كيس ويرميها. لو لم يراعي الترتيب وضوءه باطل عند الشافعيه، صحيح عند المالكيه. عند البلكية باطل، عند الشافعية باطل. واحد شافعي وعمل كده يقلد الملكية وما يعملش كده تاني. يقلد الملكية فيما مضى وما يعملش كده تاني فيما استقبل للخروج من الخلاف، لأن حتى الملكية بيراعوا الترتيب. لأن خد بالك المناقشات دي مناقشات للدراسة وليس للعمل. العمل أما تشوف الحنفي بيتوضى تلاقي زي الشافعي زي الحنبلي زي كله بيتوضى بطريقة واحدة. من حيث العمل هي واحد، لكن من حيث تفاصيل درجة كل عبادة هي دي بقى دراسة. لكن العمل الخروج من الخلاف مستحب. احنا كان شيخنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي كان من مشايخ، وده ملكي ابا عن جد لحد الامام مالك، يعني ابا عن جد لحد ما توصل للامام مالك هم ملكية. لكن كان لما يجي يصلي بالناس يجهر بالبسملة في الفاتح، وكان يضع ايده اليمنى على اليسرى ما يسبلش. واخد بالك؟ ليه؟ لأن الخروج من الخلاف مستحب. يعني مشهور عند الملكية الإسبال، ولكن في القبض كمان عند الملكية، لكن مش مشهور عندهم. القبض مش مشهور عندهم. إذا كان بغلبة الوجد لا يضر، لكن بلا تكلف. يعني لو تكلف الهز يبقى كده مكروه، لكن لا يؤثر في صحة الصلاة، بس يبقى مكروه. لو تكلف حتى، لو لم يتكلف يبقى لا حكم له. حالته كده، خدوا الوجد يا سيدي. كان سيدنا علي بن ابي طالب في قيام الليل كان يعني يتحرك كالغصن مع القراءه. مش قريت انت وصف سيدنا علي؟ ياخذه الوجد، فاذا اخذه الوجد تحرك. خلاص ما يجريش حاجه، سيبه في حاله يا اخي، مبسوط بالقران، فرحان بالقران. هتنكد عليه دي؟ هو تعود على انه لما يقرا القران منذ طفولته انه يهتز هزه خفيفه كده، وبيقول لك ان الهزه دي بالنسبه لك انت بتضايقك في الخشوع، بالنسبه له هو بتعينه على الخشوع، فسيب كل واحد براحته. فهمت ازاي؟ سيب كل واحد براحته. وبعدين الهزه دي سيدنا محي الدين ابن عربي بيقول لك تعين على تلقي انوار القران على القلب قبل ان تنفجر الانوار في القلب. فبيقول لك عشان كده وجدوا الناس القرآن ده أصلا بيبقى فيه أنوار أثناء قراءة الحروف دي، ليها أنوار، لأنه ده مش أي كلام، ده كلام ربك. واخد بالك؟ فبتؤثر على القلب اللي هو يعني يقظ. القلب الغافل شوية ده أهو بيقرأ ومش دريان بالأنوار، بتيجي الأنوار بتصطدم مش واخد باله منها. إنما اللي قلبه رقيق بيشعر بأنوار القرآن في قلبه، تمس يقوم يهز كده، يقوم ايه يقوي القلب على تلقي الانوار. واخد بالك؟ ما فيهاش مشكله يعني. المهم ما يتكلفش. هو التكلف اللي وحش. وما انا من المتكلفين. انما لو جت منه حركه طبيعيه كده سيبه خلاص. انت افرض الحركه الطبيعيه دي بالنسبه لك بتؤثر على خشوعك، يبقى بالنسبه لك انت مكروهه. هو الحركه الطبيعيه بتاعته دي بتعينه على الخشوع، يبقى بالنسبه له مطلوبه. فهمتني بقى ازاي؟ بس ما تخليش الناس كلهم قلب واحد. الناس تتفاوت. ايوه يا سيدي. لو كنت فاهم المذهب ونويت استنوي الكمية قبل جبت مرة نسيت المية، وبعد كده قلت اخد على الأحناف. ينفع لكن لا ننصح. لا ننصح ليه؟ لأن التلاعب الكثير ده طب إذا كان لسه قدام المية يبتدي من أول وجديد. أحسن. ليه بقى؟ عشان يبقى وضوءه صحيح على كل المذاهب، يخلي وضوءه صحيح على كل المذاهب. لان انت لو ما نويتش وضوءك هيبقى باطل عند الشافعيه،
صحيح على الاحناف بس. فانت عايز ليه تخلي صلاتك تبقى بطلع على ثلاث مذاهب وصحيح على مذهب؟ ما تخليها صحيح على اربع مذاهب، مش كده احلى؟ احنا القاعدة عندنا كان مشايخنا في الازهر يعلمونا كده، يقولك الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب. الخروج من الخلاف مستحب عند العمل في نفسك، ومراعاة الخلاف واجب عند الفتوى. لو جالك واحد بعد الصلاة قال لك يا عم الشيخ انا النهاردة اتوضيت وما نويتش وصليت الصلوات الخمسة كلها، اعمل ايه؟ وانت راجل شافعي تقول له صلاتك صحيحة على مذهب الاحناف، ما تعيدش وما تعملش كده تاني. ادي معنى مراعاة الخلاف واجب، يبقى عند الفتوى. فهمت؟ ايوه عند الاحناف يصح عندهم لو لم ينوي. لان قصدي قرينه ان انا فتحت الحنفيه وخليت ايدي واخدت الترتيب والحاجات، ما دي هي دي نيه بقرينه الحال عند المالكيه. لكن احنا بنتكلم لو هو ما نواش خالص، يعني واحد ماشي في الشارع والدنيا بتمطر زي الحنفيه فاستوعبت كل اعضاء وضوءه وهو ماشي كده، اذا كان حنفي يخش يصلي على طول لانه كده اتوضى. واضح؟ لكن إذا كان شافعي لازم ينوي والمطر نازل، يعمل كده وشه عشان يقابله، يعمل دراعه كده ويعمل دماغه كده ويعمل رجل كده ورجل كده عشان يراعي الترتيب ويخش يصلي برضه. واضح؟ حضرتك قرأت العصر والحمد لله، ما تخرجنا بقى بره من التسجيل ده وخلي الأسئلة دي خارج التسجيل. ايوه كده خلص الدرس.